الراديو 90 هواها مصر. اخيرا وليس اخرا، وحختم الفقرة دي عشان عندنا اعلانات والسيجمنت هيخلص حالا. من ضمن الاحداث اللي برضو مش هقول رأيي فيها، ان كان في حديث للمهندس محمود طاهر اللي نازل على الترشح لرئاسة النادي الاهلي. كان في حديث مع عمرو اديب امبارح، وعمرو اديب سأله سؤالين مهمين قوي، وقال له يعني الـ الناس الصراع سخن والدعاية كتير والفلوس بتتصرف، ايه اللي بيميز عضو مجلس الادارة؟ فمحمود طاهر قال له انا دخلت الانتخابات وفي مميزات كتير، غير انه شرف تمثيل الاهلي، وان كل واحد بيبقى بيخش سباق في حب الاهلي. كلام حلو قوي، حب الاهلي، سباق لحب الاهلي، ومميزات كتير. ايه المميزات بقى اللي قالها محمود طاهر؟ قال ان في وجاهة اجتماعية انك تبقى عضو مجلس ادارة او رئيس النادي الاهلي، وانك تقدر تقابل اي مسؤول في الدولة، وتقدر تخلص اي شغل. ده كلام محمود طاهر في الحوار. فعمرو اديب قال له يعني شغل ليك ولا للنادي؟ فقال له لا، قال له الاثنين. فعمرو اديب قال له انا بشكرك على صراحتك. فكمل تاني السؤال وقال له انت بتقول ان الناس بتهتم بالانتخابات عشان بياخدوا موقع جوه المجتمع. فمحمود طاهر قال له اه بالظبط، وعشان كده اخترنا قايمه ما مش محتاجه حاجه. فعمرو اديب شاطر، عمرو يعني ذكي جدا، يعرف ياخد من الضيف حاجات كتير. فقال له عمرو اديب، قال له مش محتاجين يعني عندهم موقع جوه المجتمع، ناس واصله يعني. ده عمرو اديب بيقول له كده، ناس واصله. فمحمود طاهر قال له بالظبط، انا نو كومنت على الحوار ده.